السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. الفنان فريد الأطرش جمعته بالملكة ناريمان قصة حب جميلة قبل زواجها من الملك فاروق، وبعد الثورة وطلاقها من الملك فاروق وعودتها لمصر ما ترددش الفنان فريد الأطرش إنه يزورها في بيتها على اعتبار إنه صديق قديم ومتعود يزورهم. وأكد فريد في مذكراته إن ناريمان كانت بتعامله ببساطة ووالدتها كانت بتحبه وبترحب بيه جدا، وفكر في الزواج علشان يجد من يحنه عليه وتشاركه في حياته. والجرايد كانت في الوقت ده بتكتب عن حب فريد لناريمان وإنه العريس المنتظر للملكة السابقة، ولكن الكلام ده ما عجبش والدتها وأصدرت بيان بتحذر فيه فريد من مجرد التفكير في الأمر ده، ولازم يعرف هو إيه وهي إيه وفي فوارق اجتماعية بينهم. وطبعا الكلام ده أثر على فريد تأثير سلبي جدا وأصيب بذبحة صدرية من تأثره بالكلام، طبعا ده غير إن ناريمان تركته خوفا من والدتها وإرضاء ليها. لو الفيديو عجب حضراتكم ياريت تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على الجرس ولايك.